المحطة السابعة عشر من قطار دورينا الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم. الزوراء المتصدر بأربعين نقطة مع تاسع الترتيب أمانة بغداد بثلاثة وعشرين نقطة. مباراة مهمة لهذا المدرب السيد أيوب أوديشو مدرب الزوراء. مباراة طبعا هي للتمسك بالصدارة بالنسبة للزوراء الذي يلعب بفانيلته التقليدية. طبعا هنا أحمد خلف مدرب فريق أمانة بغداد. مباراة مهمة للزوراء. الزوراء اللي طبعا في آخر أربع مباريات بالدوري مباراتين تعادل مع الطلبة والسماوة وحرة مباشرة الآن لفريق نادي بغداد. عالية الكرة داخل منطقة الجزاء وإلى الحارس جلال حسن. الزوراء سيلعب من يسار الشاشة بزي التقليدي الأبيض بينما فريق أمانة بغداد بالأزرق ويلعب من يمين الشاشة. أمانة بغداد وطبعا مدربة السيد أحمد خلف يلعب بعلي محسن بحراسة المرمى. خط الدفاع من اليسار إلى اليمين محمد كريم رضا نصطلع حيدر فائق نياز محمد. هجوم للزوراء وأعتقد هدف أول جول للزوراء. بايش 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 إبراهيم بايش والنوارس يعود إلى نغمة الانتصارات. بايش 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 إبراهيم. لم نتكلم عن التشكيل وفرحة جماهير النوارس. بداية قوية للنوارس للزوراء. إبراهيم بايش يصل طبعا إلى هدفه الثالث بالدوري. لاحظ 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 لا وجود للتسلل ومر وإبراهيم بايش في هدف أول للزوراء بالدقيقة 2 من عمر اللقاء. اعتقد اسرع هدف للزوراء هذا الموسم عن طريق ابراهيم بايش يصل للهدف الثالث الشخصي. سجل على الصناعات وسجل على كربلاء والزوراء ولم نكمل التشكيل. يبدا بقوه النوارس بهدف اول عن طريق ابراهيم بايش. تشكيل أمانة بغداد علي محسن بحراسة المرمى محمد كريم رضا نصر الله حيدر فايق نياز محمد بالدفاع جاسم محمد مرتضى دياب خلدون إبراهيم. لاحظ بالإعادة في هذه اللقطة تترك لبرنامج أنت الحكم. هذا أحمد خلف رابع موسم مع أمانة بغداد. خط الوسط لبغداد يحيى أدام وخلدون إبراهيم مرتضى دياب جاسم محمد هوزان إسماعيل بالمقدمة ياسر عبد المحسن بينما السيد أيوب أوديشو مدرب فريق نادي الزوراء يلعب بجلال حسن بحراسة المرمى. خط الدفاع من اليمين إلى اليسار حسين الجويد على الرحمة محمد عبد الكريم نديم الصباغ بالوسط من اليسار إلى اليمين إبراهيم بايش أحمد فاضل علي رحيم بالسلامة وأمير صباح. هذه اللقطة هدف سليم 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 ولا عليه اي يعني ما موجود التسلل. ضرب الدفاعات وبايش مار وهدف اول في مرمى اسود الحصن. هذه اللقطه نكمل تشكيل الزوراء. امير صباح علي رحيم احمد فاضل بايش فيستون عبد الرزاق ومهند عبد الرحيم بالمقدمة. طاقم تحكيم اللقاء بقيادة السيد زيد ثامر يساعد أكرم علي ميثم خماط ومنتصر غازي. كل التوفيق للفريقين للزوراء ولأمانة بغداد بتقديم مباريات ترتقي إلى مباريات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم. إبعاد من حيدر فاق أمام القوى الجوية وأمام الكهرباء وأمام الحدود وأمام الشرطة وأمام الميناء. لكن هو في هذا اللقاء يريد أن يكرر ما فعل في الموسم الماضي. حرم الزوراء من الدرع بست نقاط أخذ من الزوراء. خسر الزوراء مرتين رايح جاي الموسم الماضي.
2-1 وبهدف أيضا. لكن اليوم زوراء بطموح الدرع، الزوراء والأرقام الكبيرة لغاية الآن بدورينا، الزوراء الأكثر انتصارا ب 12 فوز، الزوراء بأقوى خط هجوم ب 30 هدف. رحيمة أو الصباغ إلى جلال، أكبر فوز للزوراء بتاريخ لقاءات الفريقين. 78-79 5-0. إبراهيم علي النجم الزورائي هدفين، ثعلب فلاح حسن، الراحل علي كاظم، ومهدي جاسم. بينما أكبر فوز لأمانة بغداد على الزوراء كان في موسم 81 4-1، لكن ياها أسماء مسجلة. انطلاق الآن هذا بايش، لكن التدخل من نصر الله. 4-1 في موسم 81 بعد هذه الكرة لمصطفى، خطير الآن أمير أوه إلى ركلت بر ضاعت على الزورة. بال81 4-1 للأمانة. باسل جورجيس، كريم علاوي، وغازي هاشم هدفين، بينما الهدف الوحيد لطيب الذكر طبعا تامر يوسف. وثامر يوسف عزيزي المشاهد أكثر لاعب زورائي زار شباك أمانة بغداد بتاريخ اللقاءات بتسعة أهداف، بينما راح الناطق هاشم أكثر لاعب من الأمانة زار شباك النوارس الزوراء بثلاثة أهداف. كرة اللعب أحمد فاضل، إله التمريرة على أي حال، تماس أحمد خلف، تعليمات هذا محمد كريم الوافد الجديد لأمانة بغداد. رحيمة قطع للكرة من جاسم بالخبرة، رحيمة تبرير أمير إلى نديم، علي رحيم تمريرة من علي لكن قطع من اللاعب نياز محمد. اليوم أحمد خلف يعني 3 إلى 4 تغييرات بالتشكيلة الأساسية، يعني حارس المرمى علي محسن، تواجد حيدر فاعل، تواجد للي يعني محمد كريم كأساسي، تبقى خيارات طبعا المدرب، لكن أحمد خلف يلعب بواقعية لغاية الآن. شوفه دائما يعني بال4-5-1 يريد أن قوي منطقة الوسط ويريد أن يتماسك الفريق رغم الهدف اللي تلقاه لغاية الآن. علي رحيمة عالية الكرة، ابعاد من دفاعات أمانة بغداد إلى تماس، هذا بايش، عالية من نياز داخل منطقة الجزاء، صعبة، حاول طبعا ربما جاسم، تماس لفريق نادي أمانة بغداد. محمد كريم، جاسم، تبقى لأمانة بغداد. محمد أمانة عالية أدامه لكن بعيدة وسلة إلى جلال حسن. اسماء من اللاعبين قدمهم هذا الفريق على مر تاريخه، حتى غارام برسوم، أكرم سلمان، صباح الجليل، عبد الزارع أسود، غانم عربي، أحمد صبحي، عناد عابد، راح الناطق هاشم، باسم قاسم، كريم علاوي، خليل علاوي، باسل جورجيس، سليم ملاخ، والقائمة تطول. كرة بالوسط أمانة بغداد، هديب إلى أدامه، تمريرة إلى نياز، محاولة، شوف تأخر كثير، 3 فانيلات بيضاء قريبة، ضغط على حامل الكرة. أمير مع أحمد فاضل،
تمريرة علي رحيم لاعب الارتكاز مصطفى وإلى التماس. تحس بهذا اللاعب يعني يقدم مباراة كبيرة، تحس به مدافع طبعا عصري نموذجي، هو في بداياته يقدم أوراق اعتماده بشكل ممتاز لأيوب أوديشو، وحتى أقنع المدرب باسم قاسم باستدعاء طبعا للتشكيلة الأخيرة للمنتخب الوطني، لكن أكيد يحتاج إلى الخبرة إلى المباريات. جاسم محمد، محمد كريم، هديب قريب، خلدون، لكن تقطع من أمير، أمير أمير ما كانت متعمدة، حلوة لزيد ثامر، كرة اللعب عالية لفريق الزوراء، فيستون قريب إلى مهند عبد الرحيم، بايش، إبراهيم، خطأ للزوراء، حرة مباشرة، حرة مباشرة لفريق نادي الزوراء، خطأ على طبعا اللاعب نياز محمد، لاعب القادم من زاخو، أخطر من الركنية بهذه الكرة. منتصر غازي وربما دقيقة، دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع. نديم قريب للزوراء، نديم داخل منطقة الجزاء، وخطيرة الآن أحمد، لكن ما مشت إلى التماس. هذا محمد كريم، أمير قريب، فيستون إبعاد للكرة وحرة مباشرة، خطأ على اللاعب الأفريقي طبعا فيستون عبد الرزاق، حرة مباشرة لفريق أمانة بغداد. الشوط الأول طبعا يتجه إلى النهاية وبتقدم زوراي على حساب أمانة بغداد. عالية الكرة، رحيمة بالخبرة إلى ركلة برق، أعتقد نهاية اللقاء صافرة الحكم زيد ثامر تنهي أحداث الشوط الأول من اللقاء. أحب متابعي العراقية الرياضية في كل مكان، الشوط الأول الزوراء ينهي بتقدم على أمانة بغداد بهدف عن طريق إبراهيم بايش، أتى بالدقيقة 2 من عمر اللقاء. وأمانة بغداد طبعا صاحب الترتيب التاسع، لمن التحق بنا الآن شوط المباراة الأول انتهى بتقدم الزوراء بزي التقليد الأبيض الذي يلعب على يمين السادة المشاهدين بهدف عن طريق إبراهيم بايش، أتى بالدقيقة 2 من عمر اللقاء. على ما يبدو الفريق بنفس التشكيل، كرة لفريق الزوراء، فيستون إلى علي رحيم، تبريرة إلى مصطفى، تبريرة لفيستون عبد الرزاق، محاولة لفريق نادي الزوراء، أحمد خلط بنفس التشكيل لمدرب أمانة بغداد، علي محسن بحراسة المرمى، محمد كريم، رضا نصر الله، حيدر فايق، نياز محمد، خلدون، إبراهيم، مرتضى هديب، جاسم محمد، يحيى أدامو، وأوزان إسماعيل، وياسر عبد المحسن. بينما السيد أيوب أوديشو مدرب فريق نادي الزوراء أيضا بنفس التشكيل، جلال حسن بحراسة المرمى، هناك مصطفى محمد، علي حسين رحيمة، محمد عبد الكريم، نديم الصباغ، إبراهيم بايش، أحمد فاضل، علي رحيم، الهجوم الآن لبغداد لكن تصل إلى جلال، علي رحيم، أمير صباح، فيستون، عبد الرزاق، مهند عبد الرحيم. على ملعب الشعب الدولي 9 مباريات، الفوز في 6 وتعادل 3 مرات، والتعادل يا سبحان الله بال1-1 على ملعب الشعب، تعادل مع النفط الوسط ومع الشرطة والطلبة، لكن حقق الانتصارات بال1-0 على الكهرباء والصناعات
2-1 على القوى الجوية والنجف ونفط الجنوب، 2-0 على الحدود. أمامي الكرة، محمد عبد الكريم، جاسم قريب، عملية تمرير، ياسر وتماس لفريق نادي أمانة بغداد. أحمد خلف، التلميذ متأخر لغاية الآن أمام الأستاذ، أمام أيوب أوديشو، يبحث عن لقب ثالث. حركة لعب جميلة، جاسم، الله، أجمل جملة تكتيكية بهذا اللقاء. جاسم محمد سبق أنزار شباك الزوراء، هو زوراء يا ولد يا ولد يا أوزار. خطيرة رائعة اللقطة الماضية، والله عاجبني هذا الحكم الدولي المساعد، طول قامة ممتاز، نشيط، قراراته شجاعة لغاية الآن. بالتوفيق علي أكرم علي، اليوم طاقم تحكيمنا كوكتيل، زيد تامر من بغداد، ميتم خماط من كربلاء، وأكرم علي من الناصرية. حرة مباشرة لأدامو، خطأ الأوبستراكشن، الإعاقة على مصطفى. حرة مباشرة لفريق أمانة بغداد، محمد كريم، وبعيدة من محمد إلى ركلة مرمى لفريق نادي الزورة. أكثر نادي قدم هدافي للدوري الزورة، 12 مرة قدم هدافي للدوري. كريم صدام عميد الهدافين بأربع مرات، ثامر يوسف ثلاثة، النورس الكبير أحمد راضي مرتين، الثعلب فلاح حسن مرة، مهند عبد الرحيم مرة، وعلاء عبد الزارع هداف الدوري الموسم الماضي، اللاعب اللي ينتقل إلى الشرطة بآخر هداف للدوري. بالنسبة لفريق نادي الزوراء، لكن الثعلب فلاح حسن رئيس النادي عنده رقم قياسي رهيب، هذا الرقم سيصمد يعني ربما لخمسين سنة قادمة. فاز بالدرع كلاعب في 75، وكابتن 78، وهداف 78، ومدرب 90، ورئيس نادي لمرتين في 2010 و2015. حرة مباشرة لأمانة بغداد عالية، وجلال يحصل الكرة، رقم قياسي رهيب لثعلب الكرة العراقية فلاح حسن. انطلاق الآن، هديب، خلدون، بيستون، يعني بداياته كانت قوية أمام نفط الجنوب في أول مباراتين وأمام النجف، لكن بيستون عبد الرزاق يعني في هذه الأيام ربما يعني الإرهاق و يعني اللاعب ما تعرف ظروفه، في بعض المرات تشوفه يعني يقدم مباريات ممتازة وفي بعض الأحيان لا يقدم. رحيمة لبعاد، أحمد فاضل، فيستون قريب، التبرير الآن، خلدون وإلى التماس، هذا سجاد حسين بورقة أولى للسيد أحمد خلف. اي نعم، شال مهاجم ياسر وادخل سجاد حسين اللي زار شباك الزوراء في الموسم الماضي بال2-1. سجاد حسين كرة اللعب، هدف وحيد لسجاد كان على الصناعات الكهربائية في مباراة 1-0. تبرير الان، سجاد، احمد خلف شال مهاجم وادخل مهاجم اخر يريد التعديل. تمرير من سجاد الى خلدون ابراهيم الى اليسار،
حاول محمد حصل الكرة. محمد كريم أدامه وكنترول غير جيد وإلى ركلة مرمى. كرة اللعب أو ربما بطاقتين حمراء في 15 مباراة، 55 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراء. الخطأ الآن، حرة مباشرة لفريق نادي الزوراء. 70 دقيقة، الزوراء يلعب باقتصادية ومتقدم لغاية الآن بهدف، يعني مباراة متوسطة المستوى. الزوراء يريد 3 نقاط. هنا الأطفال، العوائل، جميل جدا أن تعود عوائلنا الكريمة إلى الملاعب العراقية. نديم قريب، نديم للزوراء، عالية داخل منطقة الجزاء. هذا العجوز الزوراي، هذا الخبير حيدر عبد الأمير، وهدف أبيض ملغى. شوف بهذه اللقطة، ويعني فيها وما فيها بهذه اللقطة، لكن والله يا حيدر عبد الأمير أيوب أوديشو. 78 مع المدرب القدير أنور جسام، 2005 مع الدكتور صالح راضي، وفي 2015 مع المدرب باسم قاسم. الدكتور صالح راضي المدرب القدير، وين الآن صالح راضي مدرب الأكاديمي والمدرب أحرز الدرع مع الزوراء والقوى الجوية على أية حال إلى الركنية. ركنية من الإبعاد كان من حيدر فاق. ال 14 دقيقة الأخيرة على عمر اللقاء، يبقى التقدم للزوراء بهدف عن طريق إبراهيم بايش. أتى بالدقيقة 2 من عمر اللقاء. إبعاد من حيدر فاق إلى الركنية لفريق نادي الزوراء. كرة اللعب، مصطفى، نديم، نديم، واهو بطريقة المدافعين. علي محسن، هاي اللقطة كانت خطرة. لاعب شاب، لاعب صغير، حارس شاب، اختبار صعب أمام الزوراء. قال لك ابعد عن الشر وغني له. الركنية الآن للزوراء، نديم. عالية الكرة، فيستون، ابعاد من علي الى التماس. تماس لفريق نادي الزوراء. ابتسامة من مشرف الفريق كريم رزاق. وبالمناسبة كريم رزاق ترى مسجل على فريق الأمانة بال83 بال2-0. راح النوار حسين وكريم رزاق مشرف فريق نادي الزوراء. ركنية الآن للنوارس، ضغط زورائي وجماهير النوارس. نديم داخل منطقة الجزاء، الإبعاد مصطفى بايش قريب بالواحد اثنين. خدوهات، قطع من أدامه. بدأ جمهور النوارس الآن الاحتفال
مبكرا بالصدارة، لكن ليس بعد. ستار حاول يمر وحرة مباشرة، أخطر من الركنية، حرة مباشرة والخطأ على حسين الحمى. لاحظ بهذه اللقطة الشرطة والقوى الجوية ينتظر الخدمة، لكن القطع من المميز مصطفى. راجع مرة أخرى ستار، وسهلة جدا لجنة. صعب الزوراء يفرط يعني بهذا الفوز بالنقاط الثلاث أمام الفريق العنيد أسود العاصمة، فريق الأمانة. انطلاق الآن سجاد حسين قريب، لكن قطع للكرة أحمد فاضل، علي رحيم إلى مصطفى، مصطفى محمود حاول المرور ويحصل على الخطأ. خمس دقائق كوقت بدل ضائع. لكن دائما نقول في كرة القدم ليس بعد. نصر الله إلى حيدر، عالية بعد من أحمد فاضل، التماس الآن حيدر فائق بعد من محمد عبد الكريم، الراية والتسلل، ضربة حرة غير مباشرة لفريق نادي الزورة. محمد كريم إلى التماس، بعد هذه الكرة زيد ثامر سيطلق الصافرة. راجع الكرة خلدون وصافرة الحكم الدولي زيد ثامر تني هذا اللقاء. الزوراء يفوز طبعا على أمانة بغداد بهدف لإبراهيم بايش.